السلام عليكم ورحمة الله. واش الإخوان، كيف كديرين؟ بخير؟ كي داير الأحوال؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير، جميع الأحباب والأصدقاء وكاع الناس اللي كيبغيونا من بلاد البلاد. تحياتي ليهم كاملين، تحياتي للشعب المغربي وللناس اللي كتفرج. مرحبا بكم اخوتي اليوم في واحد فيديو جديد ان شاء الله، اللي غيكون من مدينه بين مدينه من منطقه مولي بوسلهام، منطقه مولي بوسلهام دلالحه دوار الحفره، يعني هذه سميت المنطقه اللي كنت واجد فيها انا دابا. ومحطه الاستراحه اللي في لوطورو، ترى الناس كاع اللي كتشد لوطورو ديال طنجره عارفين محطه الاستراحه ديال مولي بوسلهام. اليوم الخوت كنت جاي من مدينة طنجة وغادي غادي مهود لكازا، وقع لي هنايا واحد الجيست هنايا، وبغيت يعني وقعت لي شي حاجة هنا اللي شحال هادي ما شفتهاش، نقارضات تعيش هنايا فهاد الرحلة هادي، عشت فهاد المنطقة ديال مولي بوسلهام. كنت جاي من مدينة طنجة في لوطوروت اليوم الجمعة، شداتني الجامعة في هذه المنطقة هذه، يعني ماشي جوج لا روب تقريبا. وقفت هنايا في محطة الاستراحة، وقفت محطة الاستراحة وهذيك جوج لا روب، قلت كاين واحد الجامع قريب هنايا، قلت غادي نمشي نصلي فيه، نقطع على رجليا نصلي جامعة، الله يتقبل الجميع ورجع في حالتي. المهم الاخواني هذيك بلاصيت الكاميو ديالي، صيت كاين العساس هنا في المحطه، يعني كاين الناس واقفين على شغلهم، كاين الدوش مناسبه، كاين الدوش الاخوان هنايا 10 دراهم تولوت ساعه، يعني كاين الدوش كتدخل كدواش عندك تولوت ساعه، كتدوزها ب10 دراهم. ونكملوا الاخوان، قصيت الحساس مسائل ديالي كامل، حطيت الكاميو دار مشيت فحال هادشي، قلت غنصلي في الجامع الخوت هو هذا اللي كتشوفوا فيه دابا على اليمين ديالي. مشيت قلت غادي نصلي فيه، غادي نصلي صلاه الجمعه صافي هذيك، وغنجي فحال هادشي نديماري ونكمل طريقي. تنخرج من لوطوروت ونقلب على شي بلاصه فين نتغدى، ما زيت معايا حتى شي حاجه، جاي طويل يا هذيك. وصلت هنايا وقفت، حطيت كما قلت لكم حطيت الكاميو مسائل هادي، قلت راه نقطع. سولت داك السيد اللي تما العساس، قال لي راه الجامع اللي من ديالك قطع غير نقجه الباريال وغادي تمشي تصلي. يا هذيك مشيت جوي مع صغيوار ديال وسط الدوار، وهادي داكشي انيق اللهم بارك. دخلت صليت الخوت، سلم الامام، من بعد ما سلم الامام هو يقول واحد نقيطه، قال الاخوان مسافرين بقاو تتغداو معانا، يعني هذه المبادره اللي قلت لكم، هذه النقطه اللي بغيت نهضر عليها الخوت، يعني قال لك اخوان مسافرين بقاو تتغداو معانا. لبس النظاره بديت خارج، لقيت واحد السيد كيحبس الناس قدام الباب، كيقول لهم اللي مسافر اخوتي يريح معانا يتغدى معانا هنايا. وهادي قلنا مزيانه مربوحه، جايين وغادي هادي، صلينا وقت الغداء هادي نيت لا جاب الله شي حاجه مرحبا. راه الدراري غيعرفوني، راه لوطوروت الخوت راه ما كاينه حتى شي حاجه، راه الماكله ديال المحطات راه شويه ما عديش معاها من الناحيه المعنويه ومن الناحيه الماديه شويه، فنشوري يا هذيك. ريحنا مع السيد الخوت، دخلنا لواحد شومبر تما في واحد البيت في الجامع، واحد الغرفة. ملي دخلت لقيت تما، لقيت حاطين شي 4 طوابل وحاطين فيهم قصاري، يعني يدير كسكسو، قصاري يدير كسكسو، واي واحد بغى يخرج كيحبسوه كيدخلوه تما. خويا هاك تي مسافر وهادي مرحبا بك. هادي دخلنا تما الاخوان، دايرين هذيك القضيه كيغديو الناس اللي شادين الطريق، يعني اي واحد شاد الطريق راه كيقوموا به دوك الناس ديال دوار الحفره دلالحه مولي بوسلهام اللي سميت المنطقه.
دخلونا تما الخوت، ريحنا، تغدينا، ضربنا كسكسو مزيان، كليش حالة دي ما كليش كسكسو في الدار شي 4 جمعات ولا 5 دابا، ما عمري حصلت في الدار من واحد المود ما بقيتش كليش كسكسو في الدار. قلت لي مزيان. دخلوا طوابل كاملين، عمرو الدراري شادين طريق تما، كاين شي وحدين عارفين كيحطوا كاميو تما، الجمعه الجمعه كتشدوا الجمعه تما، كيصلي تما وكيتغدى تما وكلشي. كاينين شي وحدين اللي عارفين هاد القديدين ما كيديروا دوك الناس. يا هذيك حطيت الكاميو الخوت، مشيت عند مشينا تغدينا، سالينا كسكسو، جابوا لنا عاوتاني المرقه مسائل خبز، مرقه وخبز وهذه. المهم دوك الناس تبارك الله عليهم، يعني داكشي اللي شفت وداك كيرحبوا بنادم وكي يعني كيخليو ما يديروا وكي يعني واحد شي حوايج اللي باقيين في ديك المنطقه الخوت الله يشا بزاف زعما. يعني مع شحال هادي انا ما خليتش فين مشيت، ما خليتش فين دارت المغرب كامل، وعمري عشت بحال كيما عشت مع دوك الناس. يعني ما خليتش فين صليت، راه ديما الجامعه كل مره فيك تشدك، كل مره في بلاد، كل مره في بلاصه. ولكن هاد المبادره اللي شفت من هاد الناس هادو زعما خلاوني يعني مبادره طيبه صراحه. عشان كنشكر دوك الناس كاملين اللي عشنا معاهم هاد الاجواء هادي. و يعني وما بقاش هادشي الخوت، ما بقيناش كنعيشو، ما بقيناش يعني كيفكروا بنادم مشى الطريق وكذا وهادي. وزائد حتى في رمضان، يعني حتى في رمضان راه قال لي كيديروا فطور، يعني في رمضان كيديروا فطور شما اللي حصل. حيت هما دابا جاو قراب محطة استراحة، يعني مهما قراب محطة استراحة كيعرفوا الناس، كيشوفوا المعاناة اللي كيعانيو الناس في محطة استراحة، مع الفطور، مع الصلاة، مع الغداء، مع بزاف ديال الحوايج. يعني معاناة ديال الإخوان السائقين بالخصوص، كيعرفوا الدراري كون شاد ديال لوطوروت ما كاين لا ماكلة لا والو. يعني كي عارف المعاناة ديال الناس، يعني داكشي علاش كيديروا هاد المبادرة هادي كل جمعة. وزائد عاوتاني كيديروها في رمضان، يعني الفطور كيفطروا الناس ديما. يعني داكشي اللي قال لي السيد، قال لي اش رمضان حصلتي هنا ولا هادي، مرحبا بك جيت فطر. المهم انا غادي ما غنحضرش انا، ولكن غنصيفط لهم الناس يعني الدراري الشوافريه وكذا. وهاد الناس هادو راه المبادره هادي يعني راه ديما كيديروها الجامعه. وسيدنا رمضان الله يدخلو علينا بالصحه والسلامه وعلى جميع الامه الاسلاميه ان شاء الله. وهذا ما كان اخوتي، يعني هاد المبادره هادي اللي خلاتني نهضر في الفيديو هذا. وسبحان الله العظيم مشات المنطقه عندهم هنا ديال المولاي بوسلام، يعني منطقة خضراء اللهم بارك، كاين الفلاحة، كاين الخضورية، كاين الماء، يعني الدنيا خضراء عندهم اللهم بارك وزد في ذلك. وكما كيقولوا راه على نياتكم ترزقون، الله عز وجل يعني كيخلص كل واحد على قد نيته. يعني قد ما المنطقة كان فيها الخير وكان فيها بزاف ديال الحوايج، يعني دوك الناس كيتجازاو على قبل داك الخير اللي كيديروه، على قبل بزاف ديال الامور. نطلب الله السلام والسلام والعافية للجميع. هادشي اللي كاين اخوت، بحال هاد المبادرات كنتمنى بحال هاد المبادرات، يعني واخا ماشي قضية الماكلة ولا قضية شي حاجة، المهم ملي كتشوف بنادم كيكونوا بحال هاد المبادرات، يعني اللي قلوا بزاف فهاد الزمان هذا وفهاد الوقت، يعني اللي ولا كل واحد كيقول راسي يا راسي، وكيشوف راسو موت تا ولا عيش ولا فطر ولا تغدى ولا براسك حياتك هاديك. وتحياتي جميع الاخوان. و المهم انا دابا حاليا كنتواجد في منطقه مولاي بوسلام، وكنصح جميع الدراري الشوافريه اللي شادين الطريق هادي ديال طنجه، حصلوا بالجامعه هنا راه كيغديو الناس، حصلتي في رمضان راه كيفطروا الناس، فهمتوني.
كان ولكن الخوش ما بالنسبه للناس اللي كيشارجو على برا ما شي مصلحش هما يوقفوا هنا، يعني كنت مشارجو برا خويا ما توقعش السير اخويا شل شل طنجة اخويا فطر ولا شل الباطو. بالنسبه لي كيشارجي المغرب وكذا وطوابل وهادي ولا بنات وداك الشيء يوقفوا هنا، راه قاعدين الغراض ان شاء الله في الشهر الكريم رمضان. وبالنسبه للناس اللي كدير برا راه ماشي مصلحتش توقف هنايا، راكم عارفين علاش. والسلام عليكم ورحمه الله.